صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة لي من الأقارب تقول هل تستطيع السفر من بلد إلى بلد آخر من غير محرم، لأنه لا يوجد لها محرم ووالدها إما غائب عنها أو لا يريد السفر معها. وش تريد بالسفر؟ وش السفر هذا؟ ما يجوز لها تسافر بدون محرم، وإذا لم يكن لها محرم تبقى في بيتها ولا تسافر إلى أن تتحصل على المحرم. إذا كان السفر للحج لا يجوز إلا بمحرم، قد أرجع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الغزاة ليحج مع امرأته، إذا كان هذا في الحج فكيف بغيره؟ نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إنما ذكروا في الهجرة، ذكروا في الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا لم تجد محرما وبقاؤها في بلد الكفر يعرضها للخروج من الدين فإنها تسافر ولو بدون محرم، لأن هذه ضرورة. نعم.